السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي بس احنا هنعمل سريعا كده دايرة اند جيت بسويتشين، نتدرب سوا كده على الشغل البراكتيكال. اول حاجة طبعا انا ببتدي ان انا اجيب الريجليتور بتاعي، علشان من البطارية بتاعتي اللي هي التسعة فولت اقدر ان انا احصل على 5 فولت. طيب ببتدي ان انا اعمل ايه؟ ببتدي ان انا اجيب اللي هو الكاب بتاع البطارية، ببتدي ان انا اركبه بالشكل ده. تمام، انت عندك بيبقى فيه الطرفين اللي هو الطرف الاحمر والطرف الاسود، بيبقى عندك الطرف الاحمر ده اللي هو البوزيتيف، والطرف الاسود ده اللي هو ايه، اللي هو الجراوند. فانا هبتدي ان انا اوصل الطرف الاسود في الرجل اللي في النص في الريجليتور. تمام، اهو في الرجل اللي في النص بتاعت الريجليتور. جميل، بالشكل ده. وببتدي ان انا الرجل اللي في النص برضو بتاعت الريجليتور هي هبتدي ان انا اخدها اطلعها هنا على اللي هو الطرف اللي هو الايه، الطرف اللي هو الازرق اللي من تحت كده. الطرف الازرق اللي من تحت ده كله بقى جراوند بسبب السلكه الايه، السلكه اللي انا عملتها دي. يبقى انا خدت الطرف الاسود بتاع البطاريه وصلته بالرجل اللي في النص بتاع الريجليتور، وبعدين الرجل اللي في النص بتاعت الريجليتور برضو طلعت منها بسلكة حطيتها على الخط الأزرق اللي تحت، على خرم كده في الخط الأزرق اللي من تحت. فالخط الأزرق اللي من تحت ده كله بقى جراوند. وبعدين أبقى أخد الطرف البوستيف بتاع البطارية أوصله بالأول رجل خالص بالريجليتور أهي. تمام، وبعدين أقوم أخد الطرف الأخير بتاع الريجليتور، الطرف التالت، وأقوم موصله بأي نقطة من النقط الحمراء اللي فوق. فكده بقت كل الخط الاحمر اللي فوق ده بقى كله بقى في سي سي. طب نخش بقى دلوقتي نعمل دايره السويتش. السويتش بيتعمل ازاي؟ اهو زي ما انت شايف، ادي الطرفين بتاع السويتش، بيبقى طرف فوق وطرف تحت. ببتدي ان انا احط السويتش بتاعي بالشكل ده كده، اهو طرف فوق وطرف تحت. جميل، الطرف اللي من فوق بوصله بالفي سي سي، يبقى الطرف اللي من فوق اهو بوصله بالفي سي سي، الفي سي سي اللي هي بقى الخط الاحمر اللي فوق. طب والطرف اللي تحت بتاع السويتش بوصله بريزيستور، ومن الريزيستور بوصله للجراوند زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كوبي لنفس الكلام ده بالنسبه للسويتش التاني برضه، اهو حطيته. هبتدي ان انا اوصل برضه الطرف اللي من فوق بتاعه اهو بالفي سي سي، اهي كده وصلتها بالفي سي بالسلكه الصفرا دي. وبعدين من تحت اوصلها بالريزيستور، وبعدين بالجراوند. اوكي، وبعدين بنعمل ايه؟ بناخد الكومن نود ما بين السويتش والريزيستور، اهو كومن نود، كومن نود ما بين السويتش والريزيستور، اطلع بيه يبقى هو ده السيجنال اللي طالع من السويتش. نفس الكلام هعمله للسويتش التاني، اهو الكومن نود ما بين السويتش والريزيستور. يبقى كده، يبقى كده هنعمل ايه؟ يبقى كده برضو الكومن نود اهو ما بين السويتش والريزيستور. اوكي، يبقى ده السيجنال اللي طالع من السويتش التاني. يبقى انا عندي اللي هو السلكه الحمراء دي ده سيجنال السويتش الاولاني، والسلكه البيضاء دي سيجنال السويتش التاني. هخش على اللوجيك جيت بتاعي او اللوجيك اي سي بتاعتي اللي هي الاند جيت، دي رقمها 7408، ده الاند جيت. طبقا للداتا شيت بيبقى عندك اللي هو الرجلين، بيبقى انبوت انبوت وبعدين اوتبوت، وبعدين انبوت انبوت اوتبوت وهكذا. بس اهم حاجه ان الرجل رقم 14 اللي هي الرجل اللي فوق خالص على الشمال، طبعا بيبقى فيه نص دايره هنا، نص الدايرة ده لازم يكون على ايدك الشمال كده. اوكي، علشان ابتدي ارقم بيبقى 1 2 3 4 الرجلين لحد 7، وبعدين فوق يبقى 8 9 10 ها لحد 14. رجل 14 دي بتكون في سي سي، يبقى لازم اوصلها بالخمسة فولت اهي. والرجل 7 بتكون جراوند، يبقى هي دي الرجل 7 وصلتها بالجراوند. اوكي، ببتدي بقى ان انا اخد السيجنالز بتاعتي اللي جايلي من السويتشات، هدخلها على الانبوت الاولاني اهو، وبعدين على الانبوت التاني اهو. جميل، يبقى انا دخلته على الانبوت الاولاني والانبوت التاني اهو، خليتهم لك جنب بعض حتى. طب والاوتبوت بقى اخده منين؟ اخده من اللي هو الرجل رقم 3 اللي بعديها على طول. هقوم موصله بالايه؟ باللد بتاعي. اللد بتاعك هتلاقي عندك له طرفين، طرف طويل وطرف قصير. الطرف الطويل هو اللي ده اللي بيبقى اللي ياخد من اللوجيك جيت على طول، والطرف القصير يكون جراوند. فهبتدي ان انا استغل المكان وما اوصلش سلك زياده، واوصل الطرف الطويل على طول باللي هو بالرجل رقم 3، واللي هو الطرف القصير بالجراوند اهو على طول.
طبعا فور سيفتي المفروض هوصل ريزيستنس هنا، يعني ريزيستنس ان سيريز مع الليد عشان الليد ما تتحرقش، بس يعني انا ما وصلتهاش دلوقتي مش مشكله. يبقى ده في ريزيستنس هنا كنت لازم احطها ان سيريز علشان ايه، ده سيفتي للليد. ده غير الريزيستنس اللي انا حاططها ان سيريز مع سويتش، دي البول داون ريزيستور، ده عشان السويتش اصلا يشتغل. خلاص كده المفروض الدنيا شغاله. انا لو ضغطت دلوقتي، طبعا دي اند جيت، الليد ده عشان ينور لازم ادوس على السويتشين. لو ضغطت على واحد بس طبعا مش هتنور، لو ضغطت على التاني هتبتدي انها تنور اهي. اوكي اهو كده انا ايه ضاغط على الاثنين بس، يبقى كده ايه، كده هي اشتغلت. ده كده ريفيو سريع عن ايه، عن دايرة اند جيت. بالمثل بقى ممكن نعمل اي حاجة تاني. اوكي.